ده جابي اقوى بارك في شارع النيل، اشهر اقوى بارك هنا. هقول لكم طبعا كل حاجه بالاسعار والتفاصيل. ندخل نشوفه كده. اوله في عدد فوق ده كده الريسبشن. تمام كده. اوكي الكوستيرا ده البول نص اولمبي، بيبدا من اول 80 سم لحد 180. جنبه البول بتاع الاكوا بارك، اكوا بارك خمس العاب، ارتفاعها 7 متر. تمام كده. البول بتاعها عمقه 80 سم، الناحيه الثانيه جنبها على طول حمام الاطفال، العمق بتاعها 60 سم. تمام. الاستيشن اللي هنا ده كله استيشن عائلات. تمام كده. عندنا في الوش هنا البرجولة دي فوق النيل على طول، قربي شويه ممكن تبص عليها اللي هي دي. ايوه وكده دي فوق دي، تحتها النيل على طول. تمام كده. ده برضه يتعمل للكافيه او للشاي او كده. ده جزء برضه الفاست فود. تمام كده. جزء الفاست فود مع جزء الاعراض برضه للشباب وكده. معانا الشازلونجات كلها موجوده. دي ميني ماركت، دي الكافيه، دي الديزرت، وافل، بان كيك، كرولز. ايه ده في كل حاجه هنا؟ طب لكن مسموح للناس من بره تدخل معاها اكل؟ لا مش مسموح خالص. تمام. بس هو هنا مكان متكامل، حتى المطعم شرقي حاجة. وغربي واسماك. طيب. ايطالي، فاست فود، بيتزا، سندوتشات، كريبات، يعني في كل حاجه، كله موجود. طب نشوف كده مثلا المطعم. كده المطعم ده كده المطعم الاندور. تمام كده. دي طبعا الاثنين تواليت حليب ورجالي. ده المنيو. ده والله الاسعار حلوه بجد، اسعار خفيفه. لا جميل جدا. هنا نطلع فوق نشوف الاوت دور. المطعم هنا جميل جدا طبعا. الفيو بتاعه على البول وعلى النيل الناحيه الثانيه كمان. الفيو رائع بجد. الفيو رائع. قعدات حلوه قوي. اسعار التيكت ايه؟ تمام. احنا اولا هنا عندنا فترتين، فتره بتبدا من الساعه 10 للساعه 3، فتره ثانيه بتبدا من الساعه 4 للساعه 9. سعر الفتره الواحده للفرد الواحد 150 جنيه. تمام. ماشي. سعر الفرد واحد 150 جنيه للفرد الواحد، سواء طفل سواء فرد كبير سواء مرافق. مرافق لو مش هينزل الميه بياخد مشروب بدله. اوكي حلو جدا. ده الحريمي وفي الرجالي. نجيف جدا اهو. وتغيير الملابس برضو. قصاد البول على طول في ركن عائلات، ركن بتول الاقوى وكافيتيريا، وهنا كيدز للاطفال. جميل جميل والله بجد. انا مش بشكر في حاجه كده، جميل قوي. هنا البيسين 50 سم. 50 الميه 35. حلوه جدا. عشان البيبيهات. انتوا هنا عاملين كل المستويات اكيد طبعا. دي كده عن قريب، وده النيل على اليمين. دي كده الغرف، دي الغرف سنجل ودبل، ودي هناك الشاليهات. دي كده غرفة صح؟ دي كده نظام ايه؟ فدي غرفة سنجل بس في في اي بي، بتكون للهاني مون وبتكون لتجهيزات العروسة. ميني بار. ميني بار وفي الكافي ستيشن وفي السخان مكيفة. تمام. ده الفيو. في فيو كمان جانبي. ايه ده؟ لا جميل جميل قوي والله، جميله جدا. الفكره ان ده فرش الستاندر بتاع كل الغرف، بس على حسب بقى النوع. يعني اما سنجل فيها سرير واحد 150 كينج بيد، يا اما سرير دبل. تمام. يا اما كل واحده غير تانيه. دي كده ده التولت. في اكيد الشاور كم اهو. نضيف قوي
نضيف جدا. دي كده عاملة 1500. دي 1500 بس دي السنجل في اي بي. دي تلاقيها 2 فيو فيها صوفا بيد تاخد معانا زوج وزوجة لو حبينا في اطفال صغار، 2 اطفال صغيرين لكن تبقى متاحة معانا. الباقي حوالي 850. السنجل الثاني 850. ده سويت 201، ده سويت صغير صح؟ ده سويت صغير تمام. في كونكتد روم، في سرير بالك دورين للاطفال تمام. الكونكتد روم جوه فيها سرير كينج بيد كبير للزوج والزوجة تمام. كل سويت فيه الميني بار بتاعه الكوفي ستيشن، مكيف، سخان، كاتل، طبعا التويلت بتاعه الخاص. حلو جدا. صغير ده كده هيبقى بكام؟ الصغير ده 2250، الكبير بقى 2500. طيب الفرق برضو مش كبير. يعني انا شايف 2500 الفرق مش كبير عشان احسب طفل صغير يعني. ايوه طب وقدام برضو البول. اوكي انا كده صورت لكم افضل مكان اقوى في راس البر، وفي باقي الفيديوهات هجيب لكم افضل مناطق واماكن وخروجات وفنادق وشاليهات وحتى الشواطئ الخاصه والعاديه، علشان اللي جاي راس البر يعرف ايه افضل حاجه فيها عشان ما يضيعش وقت. واشوفكم في باقي الفيديوهات باذن الله. باي.